السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي كون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا اخي. بحاجة تقدر ديرها في حياتك هي تعترض على القدر ديال الله. الحاجة اللي مكتبها لك الله غتوصل ليها، واخا دير مجهود بسيط او لما تديروش كاع. والحاجة اللي بعدها على طريقك ما عمرك هتوصل ليها، وخا يعاونك الجن والإنس. وحتى إلا وصلتي ليها غتخرج على راسك، وغتعرف باللي أي حاجة طرات من الخير. وهادشي تعلمتو من بعد ما طرا ليا هادشي اللي غنعاود ليكم، وكنتمنى تاخدو مني العبرة. سميتي أمينة، طبيعة الحالة دي ماشي سميتي الحقيقية. عندي حاليا 36 سنة. هادشي اللي غنعاود ليكم طرا ليا ملي كانت عندي 29. كنت عايشة مع والديا، كاع خواتاتي البنات تزوجوا وحتى الدراري، بقيت غير انا بوحدي. وملي ساليت قرايتي توجهت للعمل الجمعوي، حيت هادي هي الحاجه اللي كانت كتعجبني وكنعطي فيها. انتسبت لبزاف الجمعيات، وهكا كنت كنشغل وقتي وكنهرب من الهضره ديال موالين الدار اللي كيقولوا لي كل نهار واش باقا ما غتزوجي، واش ما كاين حتى شي واحد كيسول فيك، واش ما تعرفتيش على شي راجل. الوالد كان ديما كيقول لي ياك ما نعرفك على شي ولد صاحبي. كنت كنحس براسي بحال لا ثقيله عليهم، وهادشي كان كيضرني في خاطري، ولكن ما عندي ما ندير. كون ما كنتش خدامه وبقيت معاهم ديما في الدار، اكيد كنت غنحماق ولا ندير شي حاجه في راسي، حيت الهضره ديالهم كانت كتضرني، واخا ما كنبغيش نبين. في داك العام بالضبط تعرفت على راجلي اللي كان سميتو حكيم. كان كيجي عندنا ديما الجمعيه وكيدار الخير، كيعطي الفلوس وكيقولنا ما بغيت حتى شي واحد يعرف الهويه ديالي، وهاد الناس هما اللي كيديروا الخير ديال بصح. خلينا من هادوك اللي كيحطوا لك القفه وكيصوروها باش يتسماو كيديروا الخير. انا كانوا كيعجبوني بزاف هاد التصرفات ديالو، كانت عنده واحد الكاريزما وحضور زوينين بزاف، وهادشي اللي جذبني ليه حتى طحت فيه وليت كنبغيه بصح. كلشي في الجمعيه كان عارفه. واحد النهار اضطريت انني نعترف ليه، حيت عرفت بلي حتى هو باقي بلا زواج، وداكشي اللي كان. قال لي واخا السيمانه الجايه نعرض عليك ونخرجوا ونهضروا في هادشي. ديك السيمانه كلها وانا كنوجد في راسي، ما خليت فين مشيت. مشيت درت لاسيغ، مشيت عند الكوافوره، المهم قاديت راسي باش على الله غير نعجبه ويتزوج بيا ويهنيني من الدار. كنت بغيت فوقاش نتهنى من دارنا. كيهضروا في الدخله وفي الخرجه، وانا مبقيتش قادره على هادشي. المهم من بعد ديك السيمانه تلاقيت انا وحكيم، عجباتو العقليه ديالي بزاف. قال لي صافي نجيو انا والوالده ان شاء الله لعندكم ونديرو زواج نيشان بلا داك العرس وداك الشيء، نجمعو غير حنا العائله الصغيره وصافي. ملي قلتها لامي فرحات بزاف، من شحال هادي ما شفتها ضاحكه هكاك. المهم داز كلشي بالزربه، واخا امو كانت قاصحه شويه ومرضاتش بالعائله ديالي حيت هما كانوا ناس لاباس عليهم، ولكن قلت ماشي مشكل، المهم نخرج من دارنا. شرا واحد لابارتمون زوينه بزاف، ومنين شفتها عجبني الحال، كانت مقابله مع البحر. بديت كنحمد الله ونشكره وكنقول صبرت حتى عييت وربي جازاني. دازت تقريبا عام، كنت انا وحكيم فرحانين، ولكن مو فيما كانت كتجي عندنا كتجبدنا القضيه ديال الاولاد، حيت ما حملتش في داك العام. كيقول ليها باقي ما جابش الله الوالده، ولكن هي كانت كتعمرو عليا، وحتى انا ما كانش عاجبني الحال، ما تعرف فوقاش نولد ونشوف ولادي. هادشي اثر عليا بزاف وحتى على الخدمه ديالي. حكيم في الاول كان كيقول ليا ماشي مشكل، فيهم غير صداع الراس، ولكن مؤخرا ولا كيقول ليا يلا نمشيو للطبيب. مشيت مع الطبيب وقال لنا بلي ما كاين حتى شي مشكل وما كاينش شي سبب اللي يمنع الحمل. داك الطبيب عطانا شي فيتامينات، ولكن ما داروا لنا حتى شي حاجه، باقي الوضع كيف ما هو. شحال من مره توهمت انني حامله، وملي كنمشي نجيب التاست كنلقاه نيجاتيف. الوالده حتى هي من جهتها ما كانتش كتقصر، وديما كتجيب ليا شي عشوب، ما خلات ما جابت ليا وما خلات ما شرباتني. المهم كاع داكشي اللي قدروا يديروا العيالات درتو، حتى حكيم طلع ليه الدم، خصوصا ملي كنعطيه شي حاجه يشربها ولا في شكل، وما بقاش داك الراجل اللي عرفته في الاول.
عاوتاني مرضت بزاف وليت كنحس بالغمة. كنسد عليا ونبقى بكي بوحدي. بديت كنتخيل بلي راجلي صافي غيطلقني، شنو بغى بيا وانا ما كنولدش. هذا هو التفكير ديالي في ديك الوقيته. كانت عندي واحد صاحبتي في الجمعيه حتى هي عندها نفس المشكل، كنت كنخوي عليها قلبي وكتخوي عليا حتى هي. في دوك الايام كنا دايرين واحد الرحله في الجمعيه ديالنا، غير حنا العيالات بيناتنا. في الاول حرنا فين نمشي، ولكن من بعد قررنا نمشيو للجبال وداكشي اللي كان. وجدنا كاع داكشي اللي غيخصنا وتحركنا للوجهه ديالنا. مشينا لواحد لوطيل كاملين بينا انا وديك صاحبتي، كنا في شومبر وحده. هضرنا بزاف خصوصا في الموضوع اللي كيهمنا بجوج. حتى قالت لي سمعت في هاد المنطقه بلي كاين واحد الراجل اللي كيعاون العيالات باش يحملوا. بقيت كنشوف فيها وقلت ليها كملي كيفاش. قالت لي هو ماشي راجل عادي، هو كيدير داكشي السحر ويقدر يعاوننا ما تعرفي. صراحة انا ما عمرني ما توقعت غنوصل لهذا الشيء، ولكن هذا هو الحل الوحيد اللي بقى كيبان ليا. منين كتكون واحد اي بسيط امل كيبان لك كتشد فيه. قلت لها انت شكون اللي قال لك هذا الشيء؟ قالت لي راه كنت كنقلب غير في الانترنت وشفت واحد المراه كاتباها في كومونتير وقالت بلي كيسكن في هاد المنطقه، شنو بان لك نمشيو نسولو عليه؟ قلت لها واخا علاش لا. وداك الشيء اللي كان دوشنا وارتاحينا شويه، ومن بعد خرجت انا وياها. خرجنا تقريبا مع ديك 12 ديال النهار، بدينا غاديين طالعين وكنقلبوا. واللي تلاقيناه كنسولو على داك الراجل، ولكن الاغلبيه سكان ديك البلاصه كانوا كيهضروا باللهجه ديالهم وما كيقدروش يفهمونا ولا نفهموهم. انا غاديين وكنسولو حتى تلاقينا واحد المراه اللي قدرات تفهمنا. ملي قلنا لها السميه ديال داك الراجل تخلعات وقالت لنا اش داكم نتوما تماك؟ واش بغيتو تخرجوا على راسكم؟ قلت لها عافاك اختي غير نعتيه لينا، انت ماشي سوقك فينا، حنا محتاجين ليه بزاف وواقفين عليه. قالت لنا واخا غنعت ليكم فين جات دارو، ولكن تحملوا مسؤوليتكم. كان مازال خاصنا نزيدو نطلعوا شويه. وصلنا لديك الدار اللي كانت كتخلع، انا وديك البنت بدينا كنزعمو في بعضياتنا باش ندخلو. كانت مبنيه غير بالطوب ودايرين فيها الجير، كانت بعيده ومعزوله على الناس، الشكل ديالها كيخلع. قربنا لجهه الباب، صاحبتي كتقولي غير دقي وانا معاك، ما عندك مناش تخافي. دقيت مرة الاولى والثانيه والثالثه، ولكن ما حلينا حتى شي واحد. شويه تحطات واحد اليد على كتفي، تخلعت ودرت، جات عيني في عينه. بقوت ما كان كيخلع حضرت راسي ما قدرتش نشوف فيه. داك الراجل كان في شي شكل. قال لينا يا كلاب شنو سبب الزياره؟ البنت اللي معايا قالت لي ندخلوا بعدا ونهضروا في هذا الشيء. حلينا الباب وقال لنا ادخلوا. كان راجل طويل ورقيق وسمر، وعين وحده عنده بحال فيها جلاله، لدرجه داك المومو ما بقاش كيبان ليه. منين دخلنا للداخل كانت كتخلع اكثر من برا. فيما دورت وجهي كنلقى الجلد ديال شي حيوان، والدار كانت عامره بالشمع خصوصا الكحل، وريحتها كانت مخلطه حيت كانت عامره بالعشوب، وعاد شي رموز وطلاسم كانوا مرسومين في الحيوطه ديال الدار. سد واحد الكتاب اللي كان كيبان باللي كان كيقرا فيه. داك الكتاب كيبان قديم، حطو على جنب وقال لينا جلسوا. جلسنا انا وصاحبتي وكنشوفو في بعضياتنا. قال لينا شنو جابكم لعندي وكيفاش عرفتوني؟ صاحبتي قالت لي رانا عتوك لينا شي ناس. قال لي شكون هاد الناس؟ قالت لي نجيك من الاخر سيدي، حنايا بجوجنا ما كنولدوش، وانا تقريبا عامين وانا مزوجه وصاحبتي عام وربع شهور، ولكن بجوج بينا ما حملناش. واحد المره كنت كنقلب وشفت بلي واحد المره جات لعندك ومن موراها قدرات تحمل، داكشي علاش قصدناك والمقصود الله. قال لينا انا غير سباب وصافي، ولكن واش تقدروا على هادشي اللي غنعطيكم؟ قلت ليه انا نقدروا، احنا بغينا غير نولدو ونشوفو ولادنا. خدا واحد القرعه اللي كان لونها غالق فيها شي ما عرفتوش ديالاش، حل داك الكتاب اللي كان بادي فيه، بدا كيقلب على شي صفحه معينه وكيقرا عليها دوك الطلاسم. في ديك اللحظه عينيه تقلبوا، تخلعت بزاف انا والبنت اللي معايا. بديت كنقول لها شنو كيدير هذا؟ قالت لي سكتي، ما كذبش عليكم الا قلت لكم باللي بديت كنحس بديك الدار كتمشي وتجي بحال الا الزلزال، وحتى من داك الشمع اللي كنشاعلو
طفى في مرة. في ديك اللحظة بدينا كنغوتو، قال لنا سكتو ما تغوتوش. من بعد تقريبا شي 5 دقائق وحنا في الظلام شعل واحد الشمعة، الشوفات ديالو ما كانوش كيبشروا بالخير. عطاني ديك القرعة وعطى لصاحبتي حتى هي قرعة في حالها، قال لنا هادي غدهنوا بها لراسكم ولراجلكم قبل ما تنعسوا، تبعوها لمدة 7 أيام. بغينا نوضو ونمشيو، قال لنا بلاتي فين غادي، أهم شرط مازال ما قلتوش ليكم. عطانا واحد الورقة قال لنا صوروها ولا تشوفوا شنو ديرولا، حيت هذه النسخة الوحيدة اللي عندي. كان مرسوم فيها واحد الرمز في شكل اللي ما فهمتوش، قلت لي شنو غنديرو بهادي، قال لي هذاك الرسم اللي تماك غترسميه في شي توب أو لا شي زار وغتفرشيه فوق الفراش ديالك انتي وراجلك، من بعد غدهنوا هاد الشي اللي في القرعة وديك الساعة عاد نعسو. قلت لي واش ما كاينش شي طريقة أخرى، حيت أنا راجلي محال واش يقبل بهاد الشي. قال لي ما عندي ما ندير لك، هذا هو الشرط ديالي وعندك ما تنفذيش حيت تخرجي غير على راسك. صاحبتي قالت لي واش منيتك، صافي هو راه عاونا ودار لي عليه، ياك حنا باغيين نولدو خاصنا نديرو داكشي اللي قال لينا. عطيناه شي بركه وخرجنا انا وياه. كانت واحد الغمه كبيره على قلبي كنحس بيها وانا في ديك الدار، منين خرجت عاد تنفست وعاد كنت كنحس بلي ما كناش بوحديتنا، شي واحد كان معانا، شي واحد اللي ما قدرناش نشوفه. خرجنا وقفنا قدام الباب كنشوف فيها وكتشوف فيا، كنقول لها دابا اش غنديرو. ديك اللحظه تستح الشرجم اللي كان ورانا بالزربه، قفزت انا وياها وقلت لها يلا نحيدو من هنا. رجعنا للوطيل لقينا العيالات كيقلبوا علينا، قلنا لهم بلي غير مشينا نكتشفوا المنطقه وصافي. تعاهدت انا وديك صاحبتي باش السر يبقى بيناتنا وما نقولوا لحتى شي واحد هادشي. داك النهار كله وانا غير ساهية، بقينا تماك واحد اليومين ومن بعد رجعنا في حالنا. راجلي كان موحشني بزاف ولكن كان خصني ضروري نبعد شوية باش هكا ارتاح شوية. داك النهار كله كان هو في الخدمة وانا حيت كنا يلا رجعنا من الرحلة ما مشيتش للخدمة، بديت كنوجد داكشي اللي قال لنا داك السحار. مشيت انا وديك البنت خدينا ايزور بويض ما كان جداد، قالت لي صافي درنا كل شي مع بعضياتنا دابا خاص كل وحدة تعتمد على راسها. دخلت للدار وسديت عليا البيت، فرشت داك ليزار وجبت داك المحلول اللي عطاني الراجل، خديت الشيتا وبديت كنرسم داك الرمز او لا الطلسم كيف ما كيسميوه. داك الما كانت ريحتو خايبة بزاف ولونو كان باهت، خديت الشيتا وبديت كنرسم في داك الطلسم ومن بعد فرشت داك ليزار فوق الفراش. دخلت الكوزينه وجدت الراجلي احسن اكله كتعجبو باش هكا حتى الا شاف شي حاجه ما يغوتش. قال لي خبرتي عليا علاش ما كتجاوبيش في التليفون، قلت لي غير كنت مشغوله وصافي. من بعد ما سالينا الماكله هزيت ديك القرعه ومشيت لعندو، قلت لي حكيم هكا دهن هاد الماء. بقى كيشوف فيا وهو مصدوم وكيقول لي ديالاش داك الماء، واش مبغيتيش تخرجي هاد التخاريف من راسك، راه الولاد غيجيبو من الله في الوقيته ديالو، علاش مبغيتيش تفهمي هادشي؟ قلت ليه وهذا غير الماء ديال الرقيه باش هكا يحيد علينا الا كانت شي عين. بديت كنرغبو وكنقول ليه دير ليا خاطري عافاك حنا ما خاسرين والو غير نجربو وصافي. قال لي ما عرفتش هادشي ديالك فين غيخرجنا، خدمنا عندي القرعه وطلعت مع هذيك الريحه ديال الماء. قال لي خانز بزاف اشنو فيه، قلت ليه راه فيه غير شي عشوب صحيه ما تخافش، واش انا غندير لك شي حاجه اللي تضرك. خداه من عندي مشى للحمام ودهن داكشي، رجع وعطاني القرعه وحتى انا دهنت بها. مشينا للفراش وديك الليله لبست احسن ما عندي، كنحاول ما امكن نخلي الانتباه ديالو عليا انا باش ما يشوفش داك ليزار وداك الرسم اللي فيه. بدينا في المعاشره ديالنا، حسيت بحال الا ما كناش بوحدنا، كان الضوء ديال الفيوز اللي حدانا كيمشي ويجي. حتى طفيتو حسيت بالعافيه شاعله فيا، ما عرفتش شنو اللي جاني، كنت كنتحرق بزاف. من بعد ما سالينا نعسنا بجوجنا، نعسنا داغي ما حسيناش كيفاش وقع هادشي، لدرجه ان راجلي ما قدرش ينوض للخدمه ديالو، ما فقنا بجوجنا حتى الوحده ديال النهار، حتى انا براسي ما مشيتش لخدمتي. داك النهار كنت كنحس بشي حاجه فيا مبدله، بقيت كنتامل عينيا في المرايه وكان باقي عندي نفس الاحساس ديال ان شي واحد مراقبني. عيطت لصاحبتي اللي حتى هي داخله معايا في هذا الشيء،
قلت لها اشنو درتي البارح؟ قالت لي راجلي ما بغاش، داب الثانوية وجرى عليا من الدار، راني دابا جيت غير عند والديا، انا كنت عارفه ما غيبغيش. قالت لي وانتي؟ قلت لها انا بغى صراحه، ما قال حتى شي حاجه. قالت لي مزيان الله يسر الامور. بقينا على داك الروتين تقريبا لمده سيمانه كيف ما قال داك الراجل، وعاد حبسنا. ديك السيمانه كنا كنشكيو انا وراجلي من الام حاده وصعيبه بزاف، هو ما كانش عارف السبب، ولكن انا شكيت في داك الماء اللي عطانا داك الراجل، لدرجة انه ملي كيدخل الحمام كيتعذب بزاف. هادشي اللي قال لي بحال الا عنده حصر البول ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كان كيتالم صراحه، بقى فيا، ولكن هذا هو الحل اللي كان قدامي. انا براسي كنت كنتالم بزاف، ولكن صبرت، حيدت داك ليزار من فوق الفراش وحيدت داك الماء، حطيت داكشي في واحد الصناديقه وسورت عليه باش ما يشوفوش راجلي. كملت حياتي عادي، ومن بعد تقريبا واحد الشهر بديت كنحس بدوك الاعراض، اعراض ديال الحمل. كنت في الخدمه واحد النهار وصلت توقيت الغدا وانا نحس بالدوخه والترويعه، ومشيت ورديت كاع داكشي اللي كليت، ولكن اللون ديال داكشي اللي رديته كان كحل، لدرجه انني تخلعت وسخفت بزاف. حسيت بالارض كدور بيا، طحت في بلاصتي، حتى دخلت عندي ديك صاحبتي كتجري كتقول لي مالكي. قلت لها ما عرفتش، راني ضايخه وفيا الترويعه. قلت لي تقدري تكوني زعما حامله؟ قلت لها والله ما عرفت ما نكذبش عليك. مشيت ديك الساعه بقوه الفرحه شريت تيست من الفرماسيا، واول مره غيعطيني بوزيتيف. فرحت بزاف، بقيت كنضحك بوحدي بحال شي حمقه. عيطت للحاكم وقلت لي عندي لك واحد الخبر زوين، وعيطت حتى لوالديا وقلتها ليهم. ما خليت لمن قلتها، ولكن ديك الفرحة ما غتكملش. حكيم اللي سمع بلي عندي لي مفاجأة رجع من الخدمة بكري، جلسنا انا وياه في الطبلة وقلت ليه شنو اكثر حاجة كتمناها في هذا الوقت. قال لي الصراحة ما بغيتش نقلقك، ولكن اكثر حاجة كنتمناها هي يكون عندي ولد ولا بنت منك. قلت ليه علاش غتقلقني؟ بالعكس انت فرحتيني بهذا الشيء اللي قلتي. قال لي كيفاش زعما؟ واش ما بقاش هذا الموضوع ديال الحمل مأثر عليك؟ قلت لي لا ما بقاش، حيت راني دابا حامله. يلا درت تيست في الصباح وطلع لي بوزيتيف، يعني الحلم ديالك غادي يتحقق. ما تثقش بيا نهائيا، وقال لي غدا خصنا نمشيو للطبيب باش نتاكدوا، حيت هذوك لي تيست ما كيكونوش مضبوطين 100%. قلت لي واخا نمشيو للطبيب علاش لا. داكشي اللي كان الغد ليه بجوجنا ما مشيناش للخدمه ومشينا لعند الطبيب، دار لينا ليكوغرافي، عرف بلي بصح انا حامله، وقال لي انت حامله في شهرك الاول. راجلي كان غيطير بيا بالفرحه، ما خلى ما دار على قبلي. قال لي اي حاجه حليتي عليها فمك غنجيبها لك. في ديك الفتره جات عندي الوالده باش تقابلني، الوحم ديالي دا صعيب بزاف. كنت كنتوحم على شي حوايج اللي غراب، بحال مثلا كنتوحم على اللحم خضر اولا على الطوب وحتى على الفاخر، وكنت ديما ملي كنرد كيهبط مني داكشي كحل، وهادشي اللي كان خالعني. ولكن من بعد زيارتي للطبيب قال لي بلي كلشي طبيعي، وبلي داك اللون راجع غير الماكله اللي كناكل. واخا انا كنت نباتي وما كناكلش اللحم بزاف قليل، ما كنعقل واحد النهار حلمت واحد الحلمه غريبه خلعتني بزاف. حلمت براسي مربوطه من يديا ورجليا، كنت عريانه وكانت كرشي منفوخة. شوية حتى وقف عليا واحد الكلب كحل وبدا كيفرس ليا في كرشي، وانا كنغوت وكنقول ليه بعد مني. نط مخلوعة وعرقانة وكلي كنهش. حكيم كيقول ليا مالك هيك لاباس؟ كنقول ليه غير حلمة وصافي. كانت كرشي منفوخة بزاف مقارنة بوحدة عندها 6 شهور، بحال الا عندي توام او لا 3 في كرشي. العروق هاد كرشي بداو كيبانو. بدينا كنشريو الحوايج انا والوالده للدري، حيت قال لي الطبيب اللي عندي ولد. وحتى راجلي بقوت ما كان فرحان فيما كيرجع للدار كيجيب معاه شي لبسه اولا شي حاجه ديال الدراري الصغار. وانا كنت كنتالم بزاف وحسيت براسي تقاليت، بقوت ما كبرات كرشي كنت كنحس بها غدا تقطع. حتى الوالده قالت لي انا حملت شحال من مره وما عمر ما طرا ليا هادشي، ياك ما الولد ماشي طبيعي. كنقول لها حشومه عليك امي، راني سولت الطبيب شحال من مره واكد عليا بلي الولد عادي،
ملي كملت 9 شهور حاكم ما بقاش كيمشي للخدمة ولا ديما معايا ومقابلني، كيقول لي خفت لا يشدك الوجع وانا ما كاينش في الدار. واحد النهار شدني الوجع في الليل مع ديك الثلاثة، فيقت حكيم وكنت كنغوت بحرج هادي، جاني وجع صعيب بزاف. ركبني حكيم في الطوموبيل ومشينا نيشان الكلينيك اللي غنولد فيه. من بعد تقريبا شي 2 سوايع عاد قدرت نولد. قال لي داك الطبيب مبروك عليك ولدتي ولد، عطاه ليا بين يديا. ولكن جاني غريب، ماشي بحال الدراري الصغار اللي شفت في حياتي، كان حال عينيه وكيشوف في يوم ما كيرمش، وحتى لونو كان في شي شكل. ولكن قلت الحمد لله بعد غير منين ولدت، ما كيهمش الولد كيف داير. دخل عندي حاكم وقال لي اري لي ولدي، شافو حتى هو واستغرب لحاله. قال لي الدراري الصغار كيكونوا سادين عينيهم، درت فيها تقلقت ويقول لي الحمد لله على سلامتكم، انا فرحان بزاف حيت ولا عندنا ولد اللي كيجمعنا. شدو بين يديه وبدا كيأذن ليه في ودنه، وفي ديك اللحظه بالضبط الولد بدا كيغوت شي غوات لي خاي ماشي غوات عادي. بجوجنا تصدمنا وبدينا كنشوفو بعضياتنا. بدا كيبكي بحر جهدو الولد وما بغاش يسكت، قال لي يمكن فيه الجوع رضعيه. خرج حاكم وخلاني غير انا والولد. ملي بديت كنرضعو سكت وحل عيني عاوتاني وبدا كيشوف فيا، كان كيجر الحليب بواحد الطريقه غريبه. بصح انا ما عمرني ما ولدت وما عمرني ما رضعت، ولكن جاني في شكل هادشي. دخلت عندي الوالده والوالد، الوالد هزو وبغى يأذن ليه عاوتاني في ودنه. قلت له غير سكره أذن ليه حاكي. الوالده فرحات بيا وعنقاتني وقالت لي على سلامتك. ملي خدات الولد بين يديها تخلعات وقالت لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لها مالك يا امي ياك لاباس؟ قالت لي هاد الولد ماشي طبيعي يا بنتي. قلبها تشد عليها لدرجه انها خرجات. با قال لي ما ديش عليها عافاك يا بنتي. قلت لي انت كتشوف شنو كدير؟ شحال وانا كنتمنى يكون عندي ولد ولا بنت، ودابا ملي تزاد قاسا كتقول لي بلي ماشي طبيعي. على مال ولدي كيف جاكم؟ قال لي ما ديش عليها، ولدك عادي وما فيه حتى شي حاجه. جا حكيم وجاب معاه ديك الكونه ديال الدراري الصغار، هزينا فيها عدنان. نسيت ما قلت لكم بلي سمينا الولد عدنان. حاكم خرجني وهو كيبوس ليا في يدي وما قاداه فرحه وكيقول لي على سلامتنا. مشيت للدار وجاو عندي صحاباتي ديال الجمعيه، ومنهم ديك البنت اللي كانت مشات معايا لعند داك السحار. عنقاتني وقالت لي على سلامتك سعداتك، كون غير بغا حتى انا راجلي نديرو داكشي. راه ما بغاش، قلت لها غير حاولي تقنعيه، الرجال راه دايرين بحال الدراري الصغار، كل ما شديتي معاهم الخاطر غادي يتهدنو كتر وغيسمعو لهضرتك. بقينا كنضحكو انا وياها. اللي لاحظتو غريب في هاد الولد هو انه ما كيبكيش، ماشي بحال اللي كانوا كيعاودوا لي على الدراري الصغار وبلي التربيه ديالهم صعيبه بزاف وبلي يقدروا يفيقوك في نص الليل باش ترضعيهم ولا تبدلي لهم ليكوش. ولكن عدنان كان مختلف بزاف، ما كانش كيبكي وما كانش كيفيقني، وفيما كنوض في الصباح كنلقاه فايق وحل عينيه. الى نعس الاغلبيه كينعس في النهار، اما في الليل كيبات حل عينيه. فيما كان فايق كنلقاه حل عينيه ولكن ما كانش كيبكي. هادشي دخل ليا الشك انا وراجلي، وقلت ليه ما عرفتش مال عدنان. قال لي راه حتى الوالده قالت لي نفس الهضره، قالت لي بلي الولد ماشي تال تما وبلي فيه شي حاجه غريبه. قلت لي حاكم حنا ماشي سوقنا في البشر، المهم عندنا هو هذاك ولدنا وخصنا نتهلاو فيه، ياك شحال وحنا كنطلبوا الدراري وباغيينو. ايوا ها هو دابا ولدنا تزاد، علاش نبقاو نسمعوا البشر ونديوها فيهم؟ قال لي عندك الحق، الناس غير كيهضروا صافي، ما عرفوش داكشي اللي دزنا منه كامل باش نولدوا.